الله يديكم الخير. السلامة. متتبعي صوت العدالة أينما كنتم، أسعد الله مساءكم. نحن دائما في الحدث على إثر الكارثة الوبائية التي انفجرت بجماعة مليبس الهام والجماعات المجاورة التابعة لإقليم القنيطرة، التي وصل عدد المصابون فيها بكوفيد 19 إلى أكثر من 800 ومرشحة للازدياد. وقف عامل الإقليم على الإجراءات والتدابير التي اتخذت من أجل نقل المصابون بالوباء، وكذا الإجراءات الضرورية لمحاصرة الوباء، وبإغلاق كل المنافذ والمسالك الطرقية المؤدية إلى الجماعات المجاورة بدائرة لالا ميمونة ودائرة سوق أربعاء الغرب. مع الأسف كل هذه الإجراءات أتت متأخرة، حيث الوحدات الصناعية التي سببت البؤرة كانت لا تستجيب للتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية، وعرفت استهتارا من طرف مسؤوليها ومسيريها وتعريضهم حياة العاملات والعمال إلى الخطر. ولا ننسى أن الوحدات المذكورة تشغل الآلاف العمال من منطقة الغرب ووزان والعرائش، وأن عدد المخالطين يقدر بالمئات ويتزايد بشكل يومي، وهذا ما ينذر بوقوع كارثة وبائية بالمنطقة. هو الامتداد الجغرافي للعاملات والعمال المنحدرات من أقاليم وزان والعرائش وسيدي سليمان وسيدي قاسم. ومن أسباب تفجير البؤرة الوبائية طريقة التنقل للعاملات التي لم تحترم بتاتا شروط السلامة الصحية. ومنذ البداية المنطقة تعيش خرقا فادحا في عدم احترام وشروط الوقاية والتباعد الاجتماعي، وبالخصوص الوحدات الصناعية لتلفيف المنتجات الحمراء، رغم المجهودات التي كانت من طرف السلطات المحلية في تطبيق الإجراءات والاحترازات المعمول بها، مجهودات لم يتجاوب معها المستثمرون وأصحاب الوحدات المذكورة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.